السلام عليكم متابعي قناة لمحة معرفة الكرام. بديهيا أن نلتقي أناسا قد ولدوا بعيوب خلقية. غالبا ما يصاب بعض الأطفال بتشوهات جينية أثناء الحمل، والتي قلما ما قد ينتبه الناس لوجودها. ولكن عندما تصبح تلك العيوب مصاب بها بعض المشاهير، فستتحول أنظار الناس إليهم، وذلك لأن شريحة الكبيرة من الجماهير تهتم بأدق التفاصيل اليومية والحياتية لهؤلاء المشاهير. ومن هنا نستلهم حقيقة أن المشاهير ليسوا إلا بشرا عاديين، ولكنهم غلبوا الظروف ولم يجعلوا تلك الحوادث تصبح عائقا في طريق طموحاتهم وأحلامهم الكبرى. واليوم سوف أعرض لكم في هذا الفيديو 11 من مشاهير الفن وقد ولدوا بعيوب خلقية، لكنها لم تطغي على حضورهم وجمالهم ولم تشكل للحظة عائقا في طريقهم. ابقوا معنا. قبل مشاهدة الفيديو اشترك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بالفيديو الجديد. أهلا بكم من جديد. بالتأكيد هذا الفيديو أكبر دليل على أن الحياة لا تقف على شكل. أولا هالي بيري، لديها 6 أصابع في إحدى قدميها. ثانيا سيلينا غوميز، تمتلك سيلينا أذنين كبيرتين. ثالثا ريانا، لديها جبين عريض الجبهة. رابعا جيرارد بوتلر، يعاني من كون أحد أذنيه أكبر من الأخرى. خامسا نايك جوناس، لديه 3 أسنان بارزة في الفك العلوي. سادسا كيشا، ولدت كيشا بندبة وخضعت لعملية جراحية حيث قاموا الأطباء باستئصالها، وفي الوقت الحالي صرحت بأنها كان يجب عليها أن تترك وجهها كما كان. سابعا سارة ماكدونيل، ولدت بعينين كل عين بلون مختلف عن الآخر. ثامنا جواكوين فينيكس، ولد وشفته العلوية كانت متشققة. تاسعا داريل هانا، هانا ولدت بأربعة أصابع فقط في يدها اليسرى. عاشرا هيرثيك روشان، ولد بستة أصابع في أحدى يديه وهو أمر يجعله يشعر بالفخر. 11 أشتون كوتشر، يعاني من مشكلة في أحدى رجليه حيث لديه إصبعين في مكان إصبع واحد. وفي النهاية نتمنى أن تكون وصلت الفكرة الأساسية من هذا الفيديو وأن يكون حاز على إعجابكم. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.